السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم من جديد. النهاردة معادنا مع الدرس الرابع من المحور الرابع، تحديد الاحتياجات لتنفيذ مشروع رقمي. إيه هو المشروع الرقمي؟ اللي هو البحث. لو حد طلب منك بحث في المدرسة فإزاي تعمله؟ فيلا بينا كده نبدأ على طول بالتفاصيل، وفكر كده الأول معايا وقول لي كيف تخطط لمشروع جيد. إزاي لو طلب منك بحث بتخطط له؟ فكر ازاي هتعمله، ازاي هتجيب من مواقع ايه، هتكتبه على برنامج وورد ولا اكسل ولا باوربوينت، ولا هتعرضه في فيديو، ولا هتعرضه ازاي؟ طيب ايه هي تحضيراتك، او تحضيراتك بتتغير لو كان مشروع جماعي ولا مشروع فردي؟ يعني البحث اللي انت هتعمله ده تعمله لوحدك ولا في حد تاني هيشتغل معاك فيه من الفصل بتاعك؟ طب ايه هي اهمية تحديد الاحتياجات لمشروع ما؟ يعني الحاجات اللي انت هتحتاجها في المشروع بتاعك او في البحث بتاعك لازم تحددها من قبل ما تبدأ، فده مهم ولا مش جميل؟ قبل البدء بأي مشروع جماعي، اللي هو هنتكلم بقى عن لو هتعمل بحث في مجموعة، يعني مش انت لوحدك، يعني انت ومعاك مثلا 9 طلبة زمايلك. فقبل البدء بأي مشروع جماعي يجب مناقشة النقاط التالية. أول حاجة، طبيعة المنتج النهائي. يعني ايه؟ يعني انت هتقدم البحث ده، المدرس اللي طلب منك بحث عن التكنولوجيا ده طلبه منك وقال لك هتهولي في شكل عرض تقديمي على برنامج الباوربوينت، ولا هتهولي في شكل نص مكتوب على برنامج الوورد، ولا هتقولي صمم موقع، ولا هتقولي فيديو، ولا ملصق، ولا ايه طبيعة المنتج النهائي؟ هتطلعه شكله عامل ازاي في الاخر؟ طيب، تحضير لائحة بالعناصر المطلوبة لتسليم المشروع في وقت مناسب. يعني لازم تحدد تعمل لائحة او قائمة كده فيها العناصر او الحاجات اللي انت هتستخدمها او مطلوبة بالنسبة لك في البحث بتاعك. يعني العناوين، هتجيب بيانات منين، هتجيب معلومات منين، كتب، مواقع، هتجيب منين الحاجات دي كلها. طيب، تحضير قائمة بالأدوات بقى بعد اللائحة بالعناصر، الأدوات بقى اللازمة لكل جزء من أجزاء المشروع. يعني شوف انت بقى لو انت هتعمل تسلم المشروع بتاعك دوت في شكل فيديو، فايه هي الأدوات؟ التصوير هتصور بإيه؟ التسجيل الصوت هتسجل بإيه؟ على سبيل المثال يعني، فتشوف الأدوات اللازمة لكل جزء من أجزاء البحث أو المشروع بتاعك. توزيع الأدوار، ودي جزء مهم جدا هنتكلم عنه أصلا في نهاية الفيديو، هو توزيع الأدوار على أفراد المشروع بناء على نقاط قوة كل فرد واهتماماته. يعني هتبدأ بقى ايه، توزع، تشوف انت عليك البحث على الانترنت، انت عليك البحث في الكتب اللي موجودة في المكتبة، انت عليك كتابة الملف الوورد اللي هو هتستخدمه في المشروع، انت عليك تجميع الصور، انت عليك تجميع الاحصائيات. فاهم؟ وزع كده الادوار، وكل واحد ياخد الجزء بتاعه على حسب هو بيحب ايه، عشان الحاجة اللي بيحبها لما بيشتغل فيها يطلع اكبر او اكتر كفاءة فيها. طيب، بعض الادوار الادوات التي قد تحتاج اليها في المشروع الجماعي. اول حاجة من الادوات اللي انت بتحتاجها برنامج معالج الكلمات اللي هو مايكروسوفت وورد 365، عشان في وورد عادي موجود على كل الاجهزة، وفي وورد بيبقى موجود على الانترنت اللي هو وورد 365 او حزمة الاوفيس او مايكروسوفت اوفيس 365. طيب، اول حاجة برنامج الوورد ده هو برنامج من شركة مايكروسوفت ومفيد لتنفيذ المشروع، لان ده احنا اللي بنستخدمه، كلنا بنستخدمه في كتابة المستندات بقى. لو تشوفوا الامتحانات بتاعتكم اللي بتجيلكم دي مكتوبة على برنامج الوورد، اي حاجة مكتوبة كمبيوتر كلام نص بس كده بيبقى بيستخدم ببرنامج الوورد. يتيح لافراد المجموعة العمل معا في نفس الوقت، طالما موجود على الانترنت يبقى انا المجموعة بقى كل واحد فيهم ساكن في حتة، فبدل ما يبقى كل واحد يعدل وبعد كده يتجمعوا التعديل، لا، في نفس الوقت تخش على الملف اللي انتوا كاتبين عليه البيانات بتاعتكم والموجود على موقع الويب او اللي بيتفتح على مايكروسوفت وورد 365، وابدا اعدل اللي انت هتعدله، وبيسمع عند كل الناس اللي موجوده معاك، او اللي انت بتعدله هنا يعني شلت كلمه وحطيت كلمه بتطبق على كل الناس اللي موجوده معاك في المجموع. يسمح لعدد من المستخدمين حول العالم بتحرير نفس المستند اذا توفر الانترنت، وذلك من خلال تثبيت ميزه التعديل على الانترنت. وعشان اثبت ميزه التعديل على الانترنت ديت انقر على قائمه التحرير او تحرير المستند والتحرير في وورد، في وورد للويب، وورد للويب. يعني انا فاتح ملف وورد او برنامج معالج الكلمات وورد موجود على الويب او موجود على الانترنت، فبالتالي اي حد فينا من المجموعه هيخش يعدل حاجه هتتعدل عند كل الناس في نفس الوقت. جميل. بعد كده ثانيا من الادوات اللي احنا بنحتاجها في تنفيذ المشروع الجماعي برنامج الرسام، وبنسميه مايكروسوفت بينت، مايكروسوفت بينت،
وده بيستخدم برنامج الرسام اللي احنا خدناه واحنا صغيرين كلنا طبعا، اللي هو بيستخدم في انشاء الصور وحفظها ثم ادراجها الى المستند. بمعنى ان انا ممكن ادخل ارسم رسمة على برنامج الرسام، اضيف صورة واكتب عليها او اعدل عليها، تمام، وبعد كده احفظها انا عندي على الجهاز بتاعي، وبعدين ادخلها جوه مستند برنامج مايكروسوفت وورد اللي موجود معانا، وخلاص كده يبقى انت استخدمت برنامج الرسام في التعديل على الصور وحفظها. تالت حاجة بنستخدمها البريد الالكتروني. مش احنا شغالين في عمل جماعي، يعني انا وارد عايز ارسل لحد فيكو مجموعة صور عشان الراجل اللي هو المسؤول عن تنفيذ المشروع، وفي واحد من الناس اللي معاه مسؤول عن تجميع الصور، فانا عايز ابعت مجموعة صور ليه عشان ينزلها، فابعتها له على الايميل او ارسل له مجموعة بيانات عشان يضيفها في الملف، فيمكن ارسال عملك الى الافراد الاخرين ضمن المجموعة اللي معاك او للمعلم بتاعك في نهاية المشروع. لو عايز تبعت للمعلم بتاعك المشروع على الايميل تبعته له، او عايز تبعت تسأله على حاجة هتبعت له على الايميل برضو او البريد الالكتروني تسأله. تستطيع كتابة افكارك في رسالة، يعني ممكن تكتب رسالة على الايميل او البريد الالكتروني بتاعك وترفق فيها مستند او صورة، وكمان تقول لهم شبه الصورة دي مثلا، ترفق الصورة دي في الايميل بتاعك او البريد الالكتروني، تمام. وبعد كده بس لازم تقول انك انت في الرسالة بتاعتك ارفقت ملف او ارفقت صورة وكلنا نفتحه، تمام. فيبقى الهدف من البريد الالكتروني التواصل بيننا وبين افراد المجموعة اللي معانا. جميل. الجزء اللي بعد كده اللي هو توزيع الادوار. بقى توزيع الادوار ده مهم جدا، من المهم ان يفهم كل فرد في المجموعة دوره في المشروع، ولذلك قبل البدء في المشروع ناقش افراد المجموعة في الحاجات اللي هنتكلم فيها دي. فلازم كل واحد فينا في المجموعة يبقى فاهم هو دوره ايه، تمام، ولازم نتناقش بقى في الحاجات دي. نقاط القوة التي يتمتع بها كل فرد. يعني انا مميز في البحث على الانترنت، فهتخلوني انا امسك الموضوع دوت وانا اللي ابحث على النت واجيب لكم البيانات وانتوا تكتبوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها، تمام. دي نقاط القوة عندي. واحد تاني نقاط القوة عنده ان هو يجمع صور، فالصور دي محتاجينها في البحث بتاعنا او في المشروع بتاعنا، فنخليه هو مسؤول عن تجميع الصور. فتدور على نقاط القوة، الحاجات اللي هو قوي فيها كل شخص ومميزاته الشخصية فيها، الحاجات اللي هو بيحبها، والموضوع ده هيفيد المشروع، فبالتالي خلي كل واحد في الحاجة اللي هو بيحبها ومميز فيها. العناصر الضرورية لإنجاز المشروع: الصور، النص، البيانات وغيرها. أبدأ أجمع كل إيه الصور والنص والبيانات عن طريق الشخص اللي بيحب حاجة، يعني اللي بيحب الصور خليه في تجميع الصور، اللي بيحب يكتب نص أو بيحب البحث أخليه في النص والبحث، اللي بيحب يجمع بيانات أخليه في البيانات، أي حاجة كل جزء وأشوف له الشخص المناسب ليه. الأدوات اللازمة لإنجاز كل جزء من أجزاء المشروع: أخد بالي برضو من الأدوات المهمة اللي محتاجها، زي قلنا البريد الإلكتروني، زي قلنا البرنامج الرسام، زي قلنا برنامج مايكروسوفت وورد. التنسيق الذي سيستخدم لتسليم المعلومات. نبدأ بقى نشوف احنا هنسلم البحث بتاعنا او المشروع بتاعنا ده ازاي. هنسلمه في شكل فيديو، هنسلمه في شكل نص مكتوب على برنامج الوورد، هنسلمه في شكل احصائية على برنامج الاكسل، هنسلمه في شكل عرض تقديمي على برنامج الباوربوينت. نبدأ نركز ونشوف هنكتب التنسيق بتاعنا او الشكل النهائي بتاعنا هيبقى طالع عامل ازاي، تمام. يبقى ده الجزء بتاع توزيع الادوار، ودرس بسيط وسهل جدا جدا جدا. وتعالوا نخش على جزء الأسئلة، وما تنسوش الإجابات تحت الفيديو. اختار الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. يستخدم برنامج إيه للتعديل على الرسومات والصور؟ برنامج وورد ولا بينت اللي هو الرسام ولا إكسل ولا سكاي بي؟ طيب، يعتبر نقط من الأدوات الرقمية التي تستخدم لإرسال مستند ما، بريد إلكتروني ولا معالج الكلمات وورد ولا بينت الرسام ولا الملصق؟ تعتبر الصور والرسوم والبيانات من العناصر ايه لانجاز مشروع؟ من العناصر الضارة ولا العناصر اللازمة ولا العناصر غير لائقة ولا العناصر غير الضرورية؟ طيب، 4، يستخدم برنامج معالج الكلمات وورد لايه؟ المستندات، لحذف المستندات ولا ارسال المستندات ولا تلوين المستندات ولا كتابة المستندات؟ فكر كده وسيب لي الاجابات بتاعتك تحت الفيديو. توفيق لكم جميعا وسلام.